قال الله عز قدرته أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. قال تعالى إن الله يدافع عن الذين آمنوا. هذه الآية التي مضى تفسيرها وبيانها من دفاع الله على المؤمنين أن أذن لهم أن يقاتلوا وأن يجاهدوا وأن ينتقموا لدينهم ولأنفسهم ولنبيهم وأن يقاتلوا الذين ظلموهم وأخرجوهم بغير حق من ديارهم وصدوهم عن سبيل الله وعن الإسلام. هذا من جملة دفاع الله عن المؤمنين أن أذن لهم أن أقرهم أن أعلمهم بأن لهم الحق بالجهاد والكفاح والدفاع. وهؤلاء كانوا يعذبون في مكة المكرمة من قبل كفارها بأنواع من العذاب والصد والقتال من قتل ومن تعذيب ومن حرب. لماذا يسلمون ولماذا يدعون إلى هزيمة الأصنام وكسر الأوثان وعبادة الله وحده؟ فكانوا يستأذنون رسول الله صلى الله عليه وسلم ليقاتلوا ويقاوموا ويحاربوا، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول لهم لن أوذن بقتال بعد. وحكمة ذلك أن المسلمين كانوا قلة قليلة ضمن الآلاف، فقتال أفراد أو عشرات من آلاف تكون النتيجة قتلهم واستصفاءهم واستئصالهم. ثم أيضا من الحكمة أن يكون الإسلام قد انتشر بين القوم بالدليل والبرهان والحجة، أن يكون قد تم ذلك دون حرب ولا قتال، لكي لا يقول عدو للإسلام يوما انتشر الإسلام بالسيف على أنه لم يكن كذلك، ومع ذلك قالوا هذا. فالإسلام عاش في مكة في أيامه الأولى 12 عاما، إن هو إلا الدليل العقلي وإن هو إلا البرهان العملي على أن الإسلام حق جامع بالله وأن محمدا كان رسولا نبيا أرسل للناس كافة بشيرا ونذيرا صلوات الله وسلامه عليه. ولكن عندما كفار مكة بلغوا بالحرب والمقاومة والصد عن سبيل الله وأصبح للمسلمين موطئ قدم في المدينة وأصبحت المدينة دار الإسلام، أذن الله للمسلمين وقد أصبحوا جماعة لا بأس بها. وقد قال عليه الصلاة والسلام أن يغلب 12,000 من قلة، فقد بلغوا هذا العدد. وإذا كان كذلك فالحرب والقتال واجب، ولكن هذه الآية وكانت أول آية نزلت في القتال في الدفاع في الجهاد في حرب أعداء الله ورسوله أعداء الإسلام وأعدائه من المؤمنين المسلمين أذن لهم لأول مرة، وكانت تلك رغبتهم وتلك أمنيتهم، وذلك ما كانوا يلحون على رسول الله صلوات الله وسلامه عليه ليأذن لهم في قتال هؤلاء المهاجمين الظالمين. أما بعد هذا فقد أصبح القتال فرضا واجبا فرضا كفائيا
على المسلمين في جميع مشارق الأرض ومغاربها، إذا قام به البعض سقط عن الباقي. ولكنهم منذ سنوات أوقفوا هذه الشعيرات، أوقفوا هذا العزة، أوقفوا الجهاد عن الإسلام، فأصبح جهادهم إما لدفاع عن وطن أو دفاع عن قوم أو دفاع على مدن وعلى معاني ما أنزل الله بها من سلطان. أما الجهاد لرفعة الإسلام، لإعلان كلمة المسلمين، للدفاع عن المستضعفين من الرجال والنساء والولدان، فقد ترك هذا، وما تركه مسلمون إلا وذلوا. وقد تم هذا وحدث، ولن يرفع ما لم يعد المسلمون للجهاد، للجهاد في سبيل الله، لإعلاء كلمة الله، للدفاع عن المسلمين مشارق ومغارب. والمسلمون يقاتلون في كل رقعة من رقاع الأرض، ويغزلون ولا يجدون مدافعا، لا بمال ولا بأرواح ولا بكلمة أممية تعلن بين الأعداء والخصوم في مجالسهم الدولية العامة. وقديما قال نبينا عليه الصلاة والسلام: ما حورب قوم في عقر دار إلا وذلوا. أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا، أذن الله جل جلاله وأقر ووافى وأعلم نبياه ليعلم المسلمين أنهم قد ظلموا بإخراجهم من ديارهم، ظلموا لقتالهم ظلما وعدوانا، قتلوا لا لذنب قدموه ولا لجريمة سلفت منهم، وإنما قتلوا وأخرجوا من ديارهم لأنهم قالوا ربنا الله. وإذا فالقتال شرع يوم شرع، ونزلت فيه أول آية في هذه السورة الكريمة من سورة في هذه الآية الكريمة من سورة الحج، كانت دفاعا عن زوال الظلم، دفاعا عن الأوطان، دفاعا عن العقائد. فقد قال تعالى: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا. هؤلاء الذين ظلموا في مكة ظلموا لإخراجهم، وقد أجبروا على الخروج كما أجبر النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه، هذا بعد تقتيل، بعد حرب، بعد تعذيب، بعد اضطهاد، بعد مؤامرات متواصلة متصلة بصية الإسلام، ثم لصية صاحبي والمرتربي نبينا صلوات الله وسلامه عليه. عند ذلك أذن الله له بالهجرة والمؤمنين معه، وكانوا قبل ذلك بين مخزن إسلامه في دار الأرقام، وبين مهاجر إلى أرض الحبشة، وبين معذب إلى أن قتلت سمية أم عمار وزوج ياسر، لأنها قالت إن محمد رسول الله، قتلها الظالم اللعين أبو جهل، وقد فعل، لعن الله وقتله شر قتله في غزوة بدر مع أمثاله من الظالمين الكافرين أعداء الله والإسلام وأعداء رسوله والمسلمين. أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا. فالله يقول عن المسلمين في أول آية أذن فيها بالقتال بأنهم ظلموا، بأنهم اضطهدوا، بأنهم حوربوا ظلما وعدوانا. أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا، وإن الله على نصرهم لقدير. الله الذي
هداهم للإسلام وأمرهم به وأرسل لهم نبيا من أنفسهم يعرفون أبوته وأمومته ويعرفون أرضه وعشيرته صلى الله عليه وسلم. آمنوا به امتثالا لأمر الله وعملوا بدينه امتثالا لطاعة الله وامتثالا لرسوله الذي صدقوه بما أتى به من معجزات باهرات وأدلة واضحة بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. لام موطئة للقسم، وقد أقسم الله جل جلاله وأكد القسم باللام الموطئة للقسم، وبما أن المؤكد بأنه سينصرهم وأنه قادر على نصرهم وأن الكفار الظالمين أذل من أن يغلبوا جند الله المؤمن من أن يقهروا رسل الله وأنبياء الله، وقد فعل الله، نصر محمدا ونصر دينا ونصر المسلمين، صلوات الله عليه وشكرا لله تعالى على نعمائه وعلى آلائه. وإن الله على نصرهم لقدير. الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق، هذا المبرر الثاني والسبب الثاني للإذن بالقتال، أنهم ظلموا في حربهم، ظلموا في صدهم، ظلموا بالعدوان عليهم، ظلموا بذلك ثم ظلموا بإخراجهم من ديارهم، مساقط رؤوسهم، بلدة آبائهم وأجدادهم، بلدة نبيهم التي فيها ولد وعليه فيها نزل الوحي صلى الله عليه وسلم. أخرجوهم من أرضهم ومن بين عشيرتهم ومن بين أولادهم وأرزاقهم، هاجروا مكة مضطرين مقهورين على ذلك إلى يثرب، فطابت بالهجرة النبوية فأصبحت طابا وأصبحت طيبا وأصبحت المدينة المنورة بالإسلام وبالدفاع عن الإسلام وبكونها مأوى رسول الله صلى الله عليه وسلم ودار هجرته ودار إسلامه بما أصبحت فيه دار الإسلام، واتخذت قاعدة لحرب أعداء الله في جزيرة العرب وخارج جزيرة العرب. الذين أخرجوا من الظالمون هذا بدل منهم، أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا. من هؤلاء الذين ظلموا وقتلوا؟ الذين أخرجوا من ديارهم. محمد سيد البشر صلوات الله وسلامه عليه، والمهاجرون ممن آمنوا به مكة في مكة وخرجوا معه وهاجروا معه، ومن هاجر قبلهم إلى أرض الحبشة. الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله، إلا أن يكون ذنبهم وجريعتهم كونهم خرجوا عن دين هؤلاء الكفار من الشرك بالله وعبادة الأوثان والأصنام وظلم المسكين وأكل مال الفقير، فجريمة هؤلاء هي من النوع التي يقال فيها عذر أكبر من ذنب. قمتني بدايا ثم انسلت، هؤلاء اعتبروا دين الله وتوحيد الله وعبادة الله جريمة، فحق عندهم من قام بها أن يضطهد وأن يجرم وأن يخرج من داره وأن يقاتل بأنواع القتال. الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله، إسلام منقطع. كانت جريمتهم أنهم قالوا ربنا الله لا عيسى ولا مريم
ولا العزير ولا العجل ولا منات ولا هبال من الأصنام التي لا تنفع نفسها ولا تضرها فضلا على أن تنفع عابديها والمشركين لها لله ومن دون الله. فكان القتال قد أذن به لثلاث معاني: أذن به لرفع الظلم، أذن به للخروج من الأوطان، أذن به للدفاع عن العقيدة، عن لا إله إلا الله، عن الإسلام والمسلمين. وعندما اجتمعت هذه المثل الثلاثة العليا، وعندما أصبحت هذه المعاني هي جرائم هؤلاء المؤمنين، أذن الله بالقتال والدفاع والجهاد، فقاتلوا وجاهدوا، وكان يوم لهم ويوم عليهم، وكانت العاقبة للمتقين، وكانت العاقبة للمؤمنين، فنصر الله عبده وأنجز وعده وهزم الأحزاب وحده، كما كان النشيد النبوي عند فتح مكة والنبي صلى الله عليه وسلم على رؤوس مجاهدين وعلى رأس المسلمين ينشد هذا النشيد شاكرا لله بتواضع وخنوع مبطئ الرأس شكرا لله وعبادة له وخضوعا إليه. إلا أن يقولوا ربنا الله، قال تعالى: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر اسم الله فيها يذكر فيها اسم الله كثيرا. يقول تعالى: وهكذا أذن بالقتال كذلك للأمم السابقات دفاعا عن المعبد، دفاعا عن الدين، دفاعا عن العقيدة. فكما قتلت الأديان السابقة قبل أن تنسخ، وعندما لم تغير بعد ولم تنسخ فحوربوا، فأذن لهم بالقتال، فجاهدوا بهذه المعاني، جاهدوا رفعا للظلم ودفاعا عن الأوطان ودفاعا عن العقائد، كما هذا في معابد الأديان السابقة، كان كذلك عند الصابئين، وهو ما عبر الله عن معابدهم في ذلك: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت الصوامع. والصوامع هنا جمع صومعة، قالوا هي معبد الصابئين في أيامهم. لهدمت الصوامع وبيع، والبيع جمع بيعة، معابد يهود في أيامهم. صوامع وبيع والصلوات، والصلوات الكنائس، معابد النصارى في أيامهم، والمساجد معابد المسلمين. إن فسرنا هذا كذلك كما فسره جمهور المسلمين جمهور المفسرين على أن الله قد أذن في سابق الأزمان والأيام للرسل وأتباعهم أن يجاهدوا ويقاتلوا الكفار والمشركين دفاعا عن العبادة والمعبد. والله ما خلق العباد إلا لعبادتي، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. لولا أن الله دافع عن المؤمنين بجهادهم للكافرين حتى قتلوا وذلوا ولقوا مصارعهم، وانتصر الإسلام، وانتصر الدين، وانتصر الحق، وانتصرت دور العبادات من صلوات وبيع ومن صوامع ومن مساجد. لو لم يكن ذلك كذلك، لو لم يشرع القتال والجهاد، لهم دمت هذه المعابد كلها، ولم تصر الشرك، ولا هدمت وخربت، ولم يبق في أرض الله شبر لعبادة مؤمن، لعبادة موحد،
ابي عبد يقول رضي الله، له سجود وله اركاع وله محياي ومماتي الى يوم الدين. ولكن الجهاد شرعه الله لنصر الدين، لنصر الاسلام والمسلمين، كما جاهد السابقون دفاعا عن معابدهم، كما جاهد الصابرون دفاعا عن صلواتهم ومعابدهم، وكما قاتل اليهود ايام صحة دينهم دفاعا عن ديارهم، وكما قاتل النصارى في ايامهم دفاعا عن كنائسهم وصلواتهم، وكما دافع ويدافع ويجب ان يستمر ذلك ويسترسل المسلمون عن مساجدهم لتبقى كلمة الله هي العليا. سئل صلى الله عليه وسلم: من الشهيد فيكم؟ من الذي اذا قتل وقتل في المعركة من الذي يعتبر شهيدا؟ وقد قالوا: لا، ان احدنا ليقاتل للغنيمة، ليقاتل عن القوم، ليدافع ويقاتل عن الارض. فقال عليه الصلاة والسلام: الذين قتلوا لتكون كلمة الله هي العليا هم الشهيد. لا تتم الشهادة، والشهادة حضور الملائكة، شهود الملائكة للذي يموت ويستشهد في المعركة إعلان كلمة الله وبذل حياته رخيصة لله. لا يرجو من عبد جزاء ولا شكورا، إنما يرجو ذلك من الله الذي قتل من أجله وامتثالا لأمره. وكذلك هنا عبر الله وقال جل جلاله: لو لم يأذن لنا بالجهاد ولو لم يشرع يشرع لنا القتال لنا وللمؤمنين من قبلنا لهدمت المعابد صوامع وبيعا وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا. وقال قوم تفسير الآية: الأرض لا تزال فيها بعض أديان أهل الكتاب وإن كانوا قد حرفوا وبدلوا، ولكنهم مع ذلك لا يزالون يزعمون أنهم يعبدون الله وإن كانوا قد أشركوا به، أشرك به النصارى مريم وعيسى، وأشرك به اليهود العزير والعيد، وأشركوا جميعا حيث قالوا عن الله أبونا في السماء. فقالت اليهود والنصارى: نحن أبناء الله وأحباؤه، قل فلم يعذبكم بذنوبكم؟ كل ذلك من الشرك الذي لم يأذن به الله، كل ذلك من التبديل والتغيير والتحريف الذي حرفوا به كتب الله الزبور والتوراة والإنجيل، وما أمروا جميعا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا شريك له. وبعد البعثة المحمدية وبعد رسالة الإسلام، وكانت تلك الأديان قد نسخت وبدلت وغيرت، وبعد البعثة المحمدية نسخت ولم يقبل الله بعد إلا الإسلام، ولم يقبل الله بعد ذلك إلا الإيمان بخاتم الأنبياء رسولا للناس كافة، وإلا بدينه دين الإسلام. وهكذا الله جل جلاله بعد أن أرسل الرسول الخاتم العالمي لكل عوالم الأرض وأجناسها مشارق ومغارب، لم يقبل بعد ذلك إلا دينه والإيمان به نبيا رسولا مستمرا إلى يوم البعث. ومن ذكرهم الله أنبياء نؤمن بهم وأنهم قد كانوا يوما أنبياء لأقوامهم، ولم يكن نبيا للبشر كلهم إلا محمد العربي القرشي صلوات الله وسلامه عليه. إن الدين عند الله الإسلام، ولا يقبل الله غير الإسلام.
ولم يقبل من أحد دينا بعد البعثة المحمدية إلا الإيمان بكتاب الله القرآن الكريم الذي لا يأتي الباطل من بين يدي ولا من خلفي، وإلا بالمرسل إليه نبينا صلوات الله وسلامه عليه. ولولا دفع الله والضياء في السبع، ولولا دفاع الله الناس بعضهم ببعض، لولا أن الناس مؤمنين وكافرين يقاتل المؤمنون الكافرين رفعة للإسلام وإعلان كلمة الله، تنتهي الأديان وهدمت المعابد لكل الأديان، فلم يبق في الأرض مقعد يقول فيها إنسان ربي الله. ولكن الله قد شرع الجهاد للمسلمين وقال اقتلوا المشركين كافة كما يقاتل قاتل المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة. أمرنا بجهاد الكفر بكل أشكاله وألوانه، يهودا ونصارى ومنافقين وملاحدة ومجوسا، وإنما الأخوة مع المسلم ومع المؤمن، إنما المؤمنون إخوة. وليس الدار الإسلام إلا الأرض التي يسكنها المسلمون ويحكمونها، وتكون فيها راية الإسلام خفاقة وأحكام الإسلام قائمة، وما سوى ذلك فهي دار كفر، دار شرك، دار تعطيل للدين الحق، يجب قتالها وقتال أهلها حتى تكون كلمة الله هي العليا. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا، يذكر اسم الله صلاة، يذكر اسم الله ذكرا، يذكر اسم الله تفكيرا واعتبارا، يذكر اسم الله بتلاوة كتابي وبذكر آلائي والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حضرا وسفرا ليلا ونهارا وهكذا، وإلى يومنا على ما اعترى الناس وما اعترى العالم من فسوق وكفر وعصيان لن تجد رقعة في الأرض حتى في أراضي أهل الكفر إلا وفيها مساجد ومآذن تعلن بشعار الإسلام لا إله إلا الله محمد رسول الله، إلا وفيها الصلاة قياما وركوعا وسجودا على شريعة الإسلام ودين محمد عليه الصلاة والسلام، بحيث لم تخلو الأرض منذ البعثة المحمدية وإلى يومنا وإلى يوم البعث والنشور من قوم يبلغون الآلاف بل الملايين، يعلنون ويرفعون أصواتهم عالية بشعار الإسلام بتوحيد الله وبالشهادة لمحمد نبيا ورسولا للناس كافة. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم القائل: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق وهم على ذلك إلى قيام الساعة. وقال تعالى: ولينصرن الله من ينصره. الله أقسم جل جلاله ودل على القسم لام القسم أو اللام التي كما يقال في لغة العرب الموطئة للقسم المهيئة للدخول في القسم. ولينصرن الله من ينصره، المعنى يقسم الله بذاته العلية، يقسم الله أنه لينصرن، يؤكد ذلك بنون التوكيد المثقلة، ويؤكد ذلك بلام القسم. من ينصره الله من هؤلاء ينصره الله. ولينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. إن الله جل جلاله قوي على نصرة المؤمنين في مشارق الأرض ومغاربها، الناصرين لله ينصرهم الله، وهو عزيز لا يرام جنابه.
وهو الذي لا يغالب، وهو الذي من تألى عليه فرع وأهلك وطار، ومن يتألى على الله يكذب كما قال صلى الله عليه وسلم. ومن هؤلاء الذين ينصرون الله؟ أبدل الله هذه الجملة بآية كاملة بدلا عن ولا ينصرن الله من ينصره، فقال تعالى: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. الذين ينصرون الله: لا كل مدعي للإسلام وهو على فراشه في البيت في رفاهيته ونسائه ومطاعمه وجهل الدنيا، وليطف الطوفان على كل المسلمين ما دام يقول انا مسلم فقد ادى الواجب علي، هكذا يزعم. والله قال وعرف: هؤلاء الذين ينصرون الله هم الذين ان مكناهم في الارض اقاموا الصلاه. مكناهم في الارض، مكنا لهم، نصرناهم، جعلنا لهم دولا يحكمونها مستقلة، جعلنا لهم أرضا ممكنين من الحكم فيها والأمر والنهي من القتل والإحياء بإذن الله. هؤلاء المسلمون الذين إذا مكنهم الله في الأرض حكاما، مكنهم علماء، مكنهم أمما وشعوبا إسلامية، هؤلاء هم الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. هؤلاء الذين إذا أحسن الله إليهم وهم المؤمنون المسلمون في دعواهم، إذا مكن لهم في الأرض وحكموا شعوبا وحكموا أمما وأصبحت لهم دول مستقلة، فهؤلاء يكون ذلك بإقامة الصلاة، بإعلانها، وتشييد مساجدها، ونشر دينها، وتعليمهم رياض الأطفال إلى الجامعات إلى التخصص. هؤلاء الذين إذا مكنوا في الأرض دولا وملوكا وحكاما ورؤساء يؤتون الزكاة في أنفسهم ويأمرون رعاياهم بأداء الزكوات، هؤلاء الممكنون في الأرض يأمرون بالمعروف كما عرفه الله في كتابه ورسوله في سنته، وينكرون المنكر كما أنكره الله في كتابه وأنكره رسوله في سنته. هؤلاء الذين إن فعلوا ذلك كانوا قد نصروا الله حقا، لأن نصروا دينا ونصروا نبيا ونصروا كتابا ونصروا بيان الكتاب السنة المطهرة. هؤلاء الذين أقسم الله أقسم لهم وعليهم بأنهم إن فعلوا ذلك لينصرنهم الله على أعداء الأرض كلها، مشارق ومغارب، يهودا ونصارى وملاحدة، كفارا ومنافقين في داخل المجتمع الإسلامي وخارج المجتمع الإسلامي، العدو المكشوف الذي نعلمه جميعا، والعدو الخفي المنافق الذي لا يكاد يعرف إلا بفلتات لسانه وفلتات قلمه ونظرات شفاف عينيه للمؤمنين وشعائر المسلمين ومنافق المسلمين. وهنا نتساءل ويسأل كثيرون: لما الله لم ينصر المسلمين؟ لما سلط عليهم اليهود أكثر الأمم والشعوب وأذلهم الذين سجل عليهم أبد الآباد اللعنة والخزي إلى يوم القيامة، القردة والخنازير وعبد الطاغوت، وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله، أحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. هؤلاء أنحن حقا مسلمون؟
هل دولنا، هل مجتمعاتنا إلى التخصص العلمي في كل فن من الفنون؟ هذا العالم الإسلامي من أنظر الناس وعلمنا أن يتركوا كتاب الله لتحكيم قوانين الكفر يهودا ونصارى، أن يخرجوا المرأة حية في الشوارع لا حياء ولا حزن ولا دين ولا مروءة، أن يحكموا حضارة الكافر في فسق ودهارته وفهم وراء الشيطان في كل ما يعمل، أن يتبعوا اليهود والنصارى في كل ما يعجبهم ويصدهم ويصر أعينهم. فكتاب الله هو المحكم بلدا، المحكم شارعا، المحكم دائرة، المحكم مجتمعا، المحكم دولة. فصحيح هذا، فكلنا نعلم أنه لن ينصروا إسلاما ولن ينصروا دينا ولن يقاتلوا من أجل ذلك إلا من رحم ربك وقليل ما هم. وتبقى الفتنة الباقية، الفتنة الغالبة، لا تزال طائفة من أمتي غائرين على الحق، فلا يضرهم من خذل الله على ذلك إلى قيام الساعة. إذن فسنطلب نحن المسلمين نصرة الله، ونقول قد فعل الله تعالى وكان حقا علينا نصر المؤمنين، فنحن مؤمنون حقا، فنصرنا دين الله حقا، فدافعنا عن دين الله حقا. إذن الله قال ذلك ما اشترط، والحق الذي اشترط أنه إذا مكن لنا في الأرض، إذا حكمنا في أمم وشعوب، إذا أصبحنا وقد استقلت بلادنا ولا نعصى مستقر. ثم قال تعالى الذين، هؤلاء الذين أقسم الله لا ينصرن لهم، هؤلاء هم الذين يتجمعون في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور، ولله عاقبتنا وإليه معادنا. فستكون الحياة بعد هذه الحياة الدنيوية الفانية، فنغرب على ربنا لحساب. فمن تاب وفعل ما أمره الله به فبما رحمة الله وجنته، ومن قصر وفعل الإسلام ولم ينصر دينا ولم يقاتل عن مسلمين ولم يأمر بمعروف ولم ينهى عن منكر ولم يقم صلاة ولم يؤدي زكاة، فهؤلاء سيكون حسابهم على الله حسيرا. هؤلاء إن سلموا بالشهادة فماتوا عليها يرجى ويرجى، لن ماتوا على الكفر والشرك. الله قد قال جل جلاله فمن يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون، ومن يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون، ومن يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. فقد حكم على من ألغى حكم الله وأحكام الله في كتابه وسنته، لأنه ضال في حكمه، فاسق في حكمه، كافر في أحكامه. وكيف مع ذلك يزعم دينا ويزعم إسلاما أن رفع السيفين، زعم أنه رفعه للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فلله عاقبتنا، فلله معادنا، فلله حسابنا. إن خيرا فخير وإن شرا فشر، إما إلى جنة وإما إلى نار.